هذا اللقاء اليوم كيجمع مجلس المنافسة بالممثلين الصحافة المغربية، الصحافة بطبيعة الحال المكتوبة، الصحافة المرئية والمسموعة، والصحافة الإلكترونية، في إطار لقاء سنوي كنتمناو يتعاود كل سنة. عملناه السنة الماضية وهذا السنة في هذا الوقت هذا، اللي هو لقاء تبادل ولقاء تكوين إلا يمكن نقوله، لأن فيه تقديم بعض الحالات الممارسات لقانون المنافسة، اللي هو قانون فيه بعض التقنيات وبعض صعوبات الفهم. لهذا كنحاولوا نبينوه عبر بعض الحالات وبعض الممارسات اللي شاهدناها في أوروبا. وحنا اليوم عندنا تقديم بعض الحالات من هذا النوع من طرف سلطات المنافسة الأوروبية في إطار التوأمة اللي عندنا مع الاتحاد الأوروبي. هذه التوأمة تحت إشراف وزارة المالية، كتجمع مجلس المنافسة المغربي بنظرائه في بولندا، في اليونان، وفي إيطاليا. وغتكون مناسبة لتقديم بعض الحالات لتقريب الصحفيين من الممارسات الحقيقية والعلاقات كذلك ما بين السلطات المنافسة والصحافة في بعض البلدان عبر هذه الحالات هذه اللي غادي تقدم. بطبيعة الحال بما أن هذا اللقاء كيجمع الصحافة بالمجلس، غتكون مناسبة لوضع يمكن حصيلة أولية لإنجازات المجلس في سنة 2022 من ناحية عملية التركيز، من ناحية النزاعات، وكذلك من ناحية التغيرات اللي وقعت في الإطار القانوني واللي غتسمح لنا باش يكون هناك واحد التبادل. وحنا كنتمناو تكون هذه مناسبة سنوية اللي فيها لقاء عنده واحد الصبغة بطبيعة الحال ديال تبادل المعلومات وتبادل الآراء، ولكن كذلك تكوين للفهم الجيد لقانون المنافسة، لأن كنعتبروا بأن دور الصحافة في شرح هذه القوانين بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين اللي هما أصلا الهدف المستهدف من طرف المجلس في هذه العمليات البيداغوجية، يكون جميع الصحافة على وعي تام بما يحمله هذه القوانين من صعوبات أو من تقنيات، ليكون هناك دور في تعامل الصحافة مع هذا الموضوع، هذا له كذلك دور تكويني بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين. وكنشكر بطبيعة الحال جميع الصحفيين اللي حاضرين معنا اليوم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.